من الحاجات المعترف بها في جميع الكنائس ان الرهبنة في العالم كله بدأت من مصر، يعني المصريين هم اللي طلعوا حكاية الرهبنة وانتشرت بعد كده في كل العالم عشان يكون الناس بيعبدوا الله بأمانة وتقوى. واحد من القديسين اسمه كبريانوس بيقول كلمة جميلة جدا على الرهبنة، بيقول إن الكنيسة كنيسة عامة تتزين بطريقتين: الاستشهاد الأحمر، الناس يموتوا بالدم، والاستشهاد الأبيض اللي بيسميها الرهبنة، ناس بيقدموا نفسهم بس من غير ما يسفكوا دمهم. الاستشهاد الأبيض والاستشهاد الأحمر هم دول اللي بتتزين بيهم الكنيسة. وهدف الرهبنة ليه الناس بيروح يترهبنوا؟ مفروض يكون ليه الناس بيروح يترهبنوا؟ الغرض الوحيد إن الإنسان يتخصص في عبادة الله، يتركز في عبادة الله، ما يروحش الدين مثلا عشان يبقى أسقف، يبقى ده رايح لغرض آخر غير الرهبنة. وعشان كده زمان على عهد الأنبا أنطونيوس والناس الكبار دول كان ممنوع على الله بأن يقبل أي رتبة كهنوتية. حتى بعد الأديورة ما كانش فيه أسيس، أما أنطونيوس ما كانش أسيس، أما أنطونيوس كان راهب وكان بيجي أسيس يعمل لهم القداس في كل فترة. ووضع القانون ده علشان أن الرهبان يكون عبادتهم عبادة خالصة لله بدون غرض، محدش يروح عشان يقول طيب عشان بعد كذا سنة يعملوني كذا، لا. الحكاية دي ما كانتش موجودة لأنهم كانوا متخصصين في عبادة الله، زي واحد أستاذ متفرغ، وفي أستاذ متفرغ للكيمياء، وفي أستاذ متفرغ للعلوم التاريخ الطبيعي والحاجات دي، كل حياته مخصصها لهذا الغرض. فدول بيسيبوا العالم ويسيبوا شغلهم ويسيبوا عائلاتهم ويقعدوا في الدير علشان يتخصصوا في عبادة الله. وزي ما احنا بنسمع كتير ان اللي بدأ هذا الموضوع بنظام بدأوا كان فيه أديرة مختلفة أو كان فيه ناس بيتعبدوا برا المدن، لكن اللي بدأ ينظم هذا الموضوع تنظيم دقيق كان الأنبا أنطونيوس في الجيل الثالث والرابع، وأنشأ رهبنات وكانوا الناس بيجوا يتعلموا إزاي تكون حياة الرهبنة. بعض الناس بيفتكروا أن حياة الرهبنة دي حياة سهلة، واحد ساب الدنيا، ساب الأكل والشرب والشغل والحاجات دي وقعد في الدير نايم شارب يأكل وبيصلي، في ناس يحسبوا كده، بينما الحقيقة أن الرهبنة بالذات جهاد شديد جدا مع النفس. إذا كان الوعاد في العالم جهاد شديد عشان واحد يحصل معيشته ويربي أولاده، فالرهبنة جهاد شديد نفسي من نوع آخر، من نوع محاربة الأفكار ومحاربة الأميال ومحاربة الشهوات في الإنسان. وكان يشترط في أي واحد يدخل الدير أنه يقبل ثلاث حاجات اسمها ثلاثة نذور الرهبنة، ثلاث نذور للرهبنة. لازم يندر الفقر، ما يكونش معاه فلوس أبدا، لازم يندر البتولية، ما يتزوجش أبدا، ولازم أيضا يندر الطاعة، أن يكون مطيع طاعة كاملة للرئيس بتاعه. ثلاث نذورات الرهبنة. لازم يندر الفقر، وعشان كده الأنبا أنطونيوس لما راح توحد باع كل أمواله وراح توحد في الصحراء. مش مفروض أبدا يكون الراهب عنده أي ممتلكات. وكان لما الراهب مثلا حد قريبه يموت ويكون له ورث، ممنوع أن الراهب يورث لأنه معتبر نفسه مات عن العالم، الناس التانية ورثوا إنما الراهب لا يرث. دي في العصور الزاهية بتاعت الرهبنة اللي كان فيها الراهب بيشعر ان هو لوحده ربنا، مفيش حد تاني بيعبده للمال ولا الأولاد ولا الأهل ولا الأقارب، كان له ان يعبد الله وحده. فكان بيندر الفقر. حتى ساعات كانوا في قصص من قصص الرهبان، كان الراهب يمشي في الصحراء يلاقي ذهب ما يمدش ايده عليه، يقول انا هعمل ايه بالذهب، انا عايش مع الله ومش هحتاج ابدا لهذا الذهب. أيضا البتولية أن يعيش طول عمره في حالة البتولية دون أن يتزوج، ليس لأن الزواج حرام، عشان بعض البروتستانت بيقولون
انتوا عندكم ما بتخلوش الناس يتجوزوا، الرهبان ما بيتجوزوش ليه؟ ويقولوا لنا ده الانجيل ما بيقولش ان الجواز حرام، واحنا ما بنقولش الجواز حرام، احنا عندنا الزواج من احد الاسرار السبعه اللي بتحط فيها بركه الكنيسه. لكن دول ناس كرسوا نفسهم لله وخصصوا نفسهم لله زي بولس الرسول. هل واحد يقدر يقول لبولس الرسول انت بتحرم الجواز ليه؟ محدش يقدر يقول له كده. ففي ناس هناك ناس زي ما بيقول الانجيل خصوا انفسهم لاجل ملكوت السماوات، منعوا انفسهم من الشهوات الجسديه علشان يستطيعوا انهم يقتربوا اكثر فاكثر الى ملكوت الله. والحاجه الثالثه الطاعه. الراهب لما يكون في ديره مفروض ان هو يطيع طاعه كامله لابيه الروحي، لانه مفروض ان هو يتعلم، كل واحد لازم يتتلمذ على اب روحي، ولازم يطيع طاعه كامله. لما تدخل فيه روح العناد او روح المشاغبه يكون هذا الانسان بعيد عن حالة الرهبنة. وقصص الرهبنة عن الموضوع ده كتيرة جدا، زي ما سمعنا دلوقتي من ضمن الأسئلة عن شجرة الطاعة. شجرة الطاعة، كان واحد قديس كبير اسمه الأنبا بيموا، له واحد جديد في الرهبنة الأنبا يؤنس القصير. في يوم من الأيام حب إن هو يدي لتلميذه درس في الطاعة أو يختبره في الطاعة، فجاب له عصاية خشب وقال له خد العصاية الخشب دي وامشي 15 ميل في الصحراء، يعني ساعتين يعني في الحر، واغرس لي العصاية دي، وكل يوم خد مية من الدير روح ارويها وتعالى كل يوم. فبتقول البستان الرهبان بيتكلم عن هذا الموضوع، ان الأنبا يوحنا القصير خد العصايه فعلا، ما قالوش ايه، ما حدش في عصايه خشب تطلع زهور ولا تدويه، في حد يعمل حاجه زي كده، ما تكلمش في هذا الموضوع، اعتبر ان كلام معلمه ده لابد ان له حكمه وانه مستني ايه الحكمه بتاعتها. وراح فعلا للحته البعيده وحط فيها العصايه، وكل يوم الصبح ياخد ميه ويحطها على ظهره ويمشي في الحر ده كله 15 ميل، يعني 4-5 ساعات، عشان يروي الخشبه ويرجع تاني. وربنا نظر إلى طاعة هذا الإنسان، وإذا الخشبة تثمر وتطلع أزهار وتطلع ثمر. وجه الأنبا بموة جاب من ثمرها وفات على الرهبان وقال لهم خذوا كلوا من ثمرة الطاعة. الطاعة من الحاجات المهمة جدا في الرهبنة. في قصة تانية كنت قريتها في سنكسار كاثوليكي برضو عن الطاعة، عن واحد اسمه أكاكيوس، كان متتلمذ لواحد شيخ من الرهبنة، إنما طلع بخته في الشيخ ده إنه كان شيخ شديد قوي ويتنرفز بسرعة، مع إن الرهب طبعا مش مفروض فيه يكون حاجة دي. فكان بيعامله معاملة شديدة خالص، معلمه بيعامله معاملة شديدة وساعات يضربه، يعني بلغت الحالة حاجة زي كده. وكان الرهبان التانيين ينظروا ويتعجبوا إزاي إن الراجل أكاكيوس ده مستحمل المعلم بتاعه طول المدة دي، وكان يكلفه بحاجات صعبة جدا ويزعق فيه، ولما يعمل حاجة ما يشكروش أبدا. وقعد على المدة دي حوالي 20 سنة، وبعدين التلميذ ده أكاكيوس مات، مش المعلم، تلميذ أكاكيوس اللي هو تستحمل الحاجات دي كلها مات. فدفنوه في الطفوس بتاع الدير اللي هو المقبرة بتاعة الدير، والراجل المعلم بتاعه رجع زعلان بعد ما دفن التلميذ بتاعه. فقابله رئيس الدير قال له انت زعلان ليه؟ قال له أكاكيوس مات. قال له طب تعال نشوف هو مات ولا لا. قال له مات، احنا دفنينه. قال له بس تعال نشوف. فخد المعلم بتاعه وراح للحته اللي مدفون فيها وقال له ايها الاخ أكاكيوس، هل مت حقا؟ بص لقوا صوت من القبر من أكاكيوس بيقول له ايها الاب، كيف يموت من عاش في الطاعة ومات فيها؟ كيف يموت من عاش في الطاعة ومات فيها؟ بتقول القصة ان المعلم بتاعه اللي كان قاسي جدا لما سمع هذا وقع على الارض اضطرابا، وتغيرت حياته تغير شامل، واصبح واحد من قديسي هذا الدير. فالطاعة من ضمن العلامات المهمة جدا في الرهبنة، والتمرد او عدم سماع الكلام من الأمور التي لا تحبها الرهبنة أبدا. أنا مرة من مرات من مش عارف من 30-40 سنة كنت بطلع في الجرايد، لقيت عنوان بيقول لك
مظاهرة من رهبان دير المحرة. مظاهرة، قلت يا رب رهبان بيعملوا مظاهرة، وفعلا وقفلوا الدير على نفسهم. وبعدين طبعا دي عهد انتهى وتغير، وبعدين بشوف عملوا مظاهرة ليه. أتاري كانوا بيدلهم أظن الله بيدله في الشهر 30 قرش، هو عاوزين 60 قرش بدل 30 قرش. مش رهبانة طبعا، كل واحد لما يسمع كلمة زي كده يقول ايه ده، ما هياش دي روح الرهبانة. روح الرهبانة الإنسان اللي هو سلم نفسه للمسيح، ما يهموش أبدا أي حاجة ولا فلوس، ولا يهمه باستمرار يكون مطيع ويسمع كلام المعلم بتاعه. أيضا من حاجات الرهبانة المهمة غير الفقر والطاعة والبتولية، أن يكون الإنسان يتعلم الصمت، يكون يحسن الصمت، يسمع كثير ويتكلم قليل، عشان يكون دايما في موقف التلميذ، يحب يتعلم كثير، يكون في حتة ما يسرعش بالكلام. ما واحد مش واحد يسأل سؤال يوم يطلع يجري هو يجاوب، يستنى شوية ويتعلم التأني، علشان في التأني حكمة كبيرة جدا عشان التعليم. أيضا من شروط الرهبنة السهر، الراهب ما ينامش غير ساعات قليلة ومتقطعة. وعشان كده تلاحظوا ان في عندنا صلاة نص الليل اللي بنصليها مثلا في العشية، فيها ثلاث خدمات. الثلاث خدمات دول ما يتقالوش مع بعض زي ما احنا بنقولها هنا، وما يتقالوش الساعة 8:30 بالليل زي ما احنا بنعمل هنا. الخدمة الأولى بتاعت نص الليل الساعة 9 بالليل، والخدمة الثانية الساعة 12، والخدمة الثالثة الساعة 3 بعد نص الليل. فيقوم الراهب في الأوقات دي، مش ينام على طول كده على بعضه، يوم الساعة 9 يبتدي الخدمة الأولى، وبعد ما يخلص صلوات الخدمة الأولى يتركن على حسب الرهبان القديمة زي ما بتقول، يتركن على حتة كده ويحط رأسه على ظهره على الحيطة، ويقول زي ما كان بيقول للأمبرسانيوس للنوم تعالى أيها العبد السوء، ينادي النوم كان يقول له تعالى أيها العبد السوء. تيجي الساعة مثلا 3 يقوم يعمل الخدمة الثالثة بعد نص الليل. فمن المشهور في الرهبنة أنهم ما يناموش كتير، لأن النوم الكتير يدي كسل للجسد. أيضا الراهب يكون متمرن على المطانيات أول ما يدخل الدير. عادة بيكون نصيب الراهب في المطانيات بليل 150 مطانية. احنا لما نقول لواحد اعمل لك 20 مطانية يقول لي يا ابونا ظهري انكسر، ده 150 مطانية لازم يعملهم. وصحيح ممكن يعملهم على فترات، لكن عشان يشعر باستمرار بخضوعه وانكساره امام الله. ايضا المفروض في الراهب ان هو يكون زاهد في الطعام، زاهد في الطعام، يعني ما يقعدش يعمل في الطبيخ زي ما احنا بنعمل هنا، يحط عليه شوية مش عارف بصل ويحط عليه بتاع. الشغل ده عند الرهبان الحاجة اللي ليه يأكلها. كان بعض الرهبان يعيش على العيش الجاف والحشيش بتاع البرية، إن كان بقدونس إن كان جرجير إن كان أي حشيش يأكله، ويعتبر أنه كان أكله كويس. حتى قيل عن الأمبرسانيوس، أمبرسانيوس ده اللي كان اترابط في دير البراموس، إنه كان راجل معلم أولاد الملوك، فكان شوفه لما يروح يعلم أولاد الملوك لازم يأكلوا أكلة حلوة، أكل ملوك. فلما راح اتراهب فكانوا بيجيبوا للرهبان فول عشان يأكلوه، فكان هو ينقي الفولة الكويسة يأكلها، والفولة الثانية اللي مش كويسة يسيبها، فول ناشف حتى مش معمول مدمس مثلا زي بتاعنا. فواحد من الرهبان لما شاف كده حب يدي درس للأمبرسانيوس، أم قال لراهب جنبه أنت أنا هكلمك كلام شديد بس استحملني. قال له حاضر. فالراهب ده جاب طبق وحط فيه شوية مية وحط فيهم شوية فول بس عشان الفول يتبل شوية يدخل في السنان. حط شوية فول، أم الراهب اللي جنبه زغد وزغدة جامدة. قال له إيه اللي بتعمله ده؟ مين قال ان في الدير ناكل مرقه حلوه زي كده؟ بيسمي المايه اللي فيها حبه فول مرقه زي مرقه الفراخ والحاجات. قام الأمبرسانيوس بص كده قال له الخد ده او الزغده دي، هذا القلم على خدك يا ارساني، انك انت لازم تتعلم درس من هذا الموضوع. الى هذا الحد يكون زهدهم في الطعام. احنا خصوصا في امريكا بنلاقي الطعام كده مرمي في الشوارع، ما بنتعلمش ازاي نزهد فيه، متعلمش ازاي الواحد يكبح جماح جسده.
لازم لما اصوم يبقى اصوم صوم صح، الاكل بتاعي يكون اكل مظبوط، ما اشتهيش اكل اكتر من كده، ما اشتهيش اكل اجمل من كده، ما ازعلش في البيت عشان المدام ما طبختش كويس، لا طبعا مش تمام دي. ما يجيش يوم من الايام مثلا ابص الاقي السلطه ما عليهاش ملح ولا بتاع، اقول ايه سلطه، لا كل الحاجات دي حاجات اسمها تعظم معيشه الانسان. لما بيقول بولس الرسول، هو بولس الرسول كان في العالم، بيقول ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهم، يعني الواحد ما حاولش يمتع نفسه كتير بالطعام. ويقال ان الانسان اللي بياكل اكل دسم كتير لما يموت جثته تبقى منتنه اكتر من الانسان اللي بياكل قليل. ليه؟ لان الدسم بيطلع بقى بالمصايب اللي فيه، بالروائح الصعبه اللي فيها. كل الانسان ما كان بسيط في اكله، مش معقد في هذا الاكل، كل ما كان الانسان قريب جدا من انه يقدر يعيش عيشه قريبه من ربنا. كتر الاكل مش تمام. نظام الرهبنة، أنظمة الرهبنة، في عندنا تقريبا 3 أنظمة رئيسية، وكل نظام ساعات بيبقى له أقسام. في نظام المتوحدين، يعني هو اللي هو نظام الأب أنطونيوس، إن كل واحد عاوز يعمل راهب يروح يعمل له مغارة ويسكن فيها ويعبد فيها متوحد لوحده. وفي نظام الشركة اللي هو بتاع الأب بخوميوس، نظام الشركة إن المجموعة كلها تعيش ألالي جنب بعضها، يجمعهم سور واحد، يأكلوا مع بعض ويعيشوا مع بعض. وفي نظام برضو اسمه نظام الجماعات، إن مش الرهبان كلهم يكونوا في سور واحد، كل جماعة منهم يكون في مكان، مثلا 10 في الحتة دي، 5 في الحتة دي، جماعات رهبانية تكون متنطرة في وسط البرية. عندنا في مصر كانت 3 أنواع من الجماعات دي، أو 3 أنواع من الأنظمة موجود، وكان نظام الرهبنة منتعش بشكل كبير جدا، خصوصا في القرن الرابع والخامس، الثالث والرابع والخامس، حتى يقال انه كان ساعات في دير من الأديرة في بآلاف الرهبان، كان المعلم الدير كان مسؤول عن آلاف الرهبان، وكان كل شوية يعملهم معلم عشان يقدروا يتعلموا منه. ويقال ان الانسان كان لما بيجي من اسكندرية الى مصر، في بعض كتب التاريخ، لما كان يجي من اسكندرية لمصر عبر صحراء الصحراء الغربية، كان يمر ب 366 دير، يعني كان كل يوم يلاقي له دير لما يقعد سنة في الحكاية دي، 366 دير بس في وادي النطرون، غير أدرة الوجه الإبلي، كانت عامرة بالرهبنة. وكان سبب الرهبنة، في بعض الناس بيتكلموا أن سبب الرهبنة كان الاضطهاد، لما كان في اضطهاد على المسيحيين طلعوا يجروا البرية. نعم، في القرن الرابع والخامس ما كانش فيه اضطهاد، كان المسيحية هي اللي ماشية في البلد، مع ذلك كان ده عصر الرهبنة المزدهر فيها، فكانوا الناس الحياة قدامهم مفتوحة، لكن مع ذلك كانوا يحبوا الوجود مع المسيح أكتر من الوجود في العالم. دلوقتي الأديرة عندنا محدودة، دلوقتي زمان زي بقول لكم في بالميات بالأديرة، دلوقتي الأديرة محدودة عندنا. على أيام البابا كيرنس السادس كان وصل عدد الأديرة 9 أديرة، 9 أديرة، 4 في وادي النطرون، دير السوريان ودير الأنببشوي ودير البراموس ودير أبو مقار، وفي دير مارمينا، وبعدين دير الأنبا صميل المعترف في مغاغة، ودير المحرق، ودير الأنبا أنطونيوس، ودير الأنبا بولا. 9 أديرة كانت موجودة في عهد البابا كيرلس. في عهد البابا شنودة أضاف عليها عدة أديرة، أضاف عليها 4 أديرة أخرى. في دير دلوقتي على اسم الأنبا بخوميوس في إدفو، يعني الأنبا بخوميوس مؤسس رهبنة. وفي دير على اسم الأنبا شنودة في سوهاج، لأن الأنبا شنودة مركزه في سوهاج. ودير ماري جرجس في الأقصر، ودير العدرة في حتة اسمها الحواويش، أظن ناحية أخميم أو حاجة زي كده. وفي أديرة تانية تحت التأسيس، أنا بتكلم عن الأديرة اللي المجمع المقدس اعترف بيها، لسه في أديرة تانية البابا بعت لها رهبان، وأول ما تنمو هيعترف بيها من ضمن المجمع المقدس، بيعترف بيها معترف بيها حسب القوانين اللي ماشية دلوقتي.
ما يمكنش ان هو يرسم اسقف، ولو ان طبعا حسب المسيحية القوية ان اي واحد يعيش في سلام وحتى في العالم ممكن خالص. الانبا افرام السورياني كان تاجر، انبا افرام السورياني البطرك اللي على ايامه انتقل جبل المقطم كان تاجر سورياني موجود، انما كان يشتهر بالتقوى وعشان كده اختاروه للبطريركية. كما ان اديرة النساء دورة الشابات عندنا دلوقتي 6 اديرة، في دير مار جرجس وابو سيفين، وفي العدرا ومار جرجس في حارة زويلة، وفي الامير تدرس، وفي 6 دميانة في البراري. دول 6 اديرة بتاعت البنات اللي موجودة عندنا. وفي حاجة عاوز اديكم فكرة عنها، اديرة الرجال دير المحرة اسمه دير العدرة بالمحرة، دير السريان اسمه دير العدرة الشهير بالسريان، دير البراموس برضه دير العدرة اللي على اسم البراموس. طب ايه اللي يخليهم يسموا أديرة الرجال باسم العدرة؟ دي التسمية دي جاية من القرن الخامس لما طلعت بدعة نسطور، واحد نسطور ده كان بطرك في القسطنطينية، وطلع بدعة عن العدرة ما هياش أم الله، فالكنيسة كلها قامت ودفعت عن هذا اللقب عن العذراء، واتعملت أديرة كثيرة للرجال بهذا الاسم للعذراء تأكيدا على أنهم متعمقين أو مؤمنين بأن العذراء هي والدة الإله، وعشان كده وجدت الأديرة للرجال على اسم القديسة العذراء مريم. لما تدخلوا الدير، الحاجات الموجودة في الدير الأرثوذكسي، في أديرة دلوقتي في كل العالم، انتشرت الأديرة في كل العالم، لكن الدير الأرثوذكسي بتبقى له حاجات خاصة. أول ما تدخل من الدير بتدخل منين؟ من الباب، تقف عند الباب الخارجي وتلاقي حبل مدلدل كده من فوق، تروح تسد الحبل كده يضرب جرس، يقوم الراجل بتاع المفتاح بتاع البوابة، الراهب بتاع البوابة يسمعك. يجي يبص من الطاقة، كان ده النظام اللي كان متبع زمان، ما تلاقيش أبوبة الدير مفتوحة على طول عشان الرهبان ما يطلعوش وعشان الناس ما يتفرجوش جوه. فيجي واحد يبص لفوق مين، يقول له يا أبونا مثلا، واحد عربي، يا أبونا عاوزين ناكل، يا أبونا مثلا محتاجين لكذا. إن كان ممكن يضيفه في الدير يدخله الدير، إن كان واحد مش من المرغوب إنه يدخل فيه في الدير يقول له معلش خد إذن من رئيس الدير وتعالى تاني. فأول حاجة بتعملنا في الدير الأرثوذكسي الباب بتاعه، ودي تديكم فكرة إنه لازم له سور، لأنه ما دام فيه باب يبقى فيه سور، وإلا مفيش فايدة تحط له باب من غير سور يدخل من الناحية التانية. فالسور بتاع الدير من الحاجات المهمة جدا إن الواحد شافها في الأديرة، وبتبقى مبنية بعرض شديد، يعني عرض فيه أديرة عرض الدير السور بتاعها 2 متر و3 دير السريان كنا بنمشي على السور، وكان في بعد ما نمشي على سور في حته كمان يجي متر عشان تبص على الصحراء. ودي لان الرهبان كانوا بيعتبروا انهم موجودين في مكان، اولا عشان يحموا نفسهم من العرب اللي بيهجموا عليهم، من زمان العرب بيحبوا يهجموا على الرهبان، ومن ناحيه تانية علشان يشعروا انهم بعيد عن العالم، انفصلوا عن العالم وعايشين في حته لوحدهم، الدير ده هو السما بتاعتهم. فتدخلوا تلاقوا السور بتاع الدير، وبعد ما تدخلوا من السور بتاع الدير يدخلوكوا على المضيفة. الناس الغرباء لهم حتة هناك اسمها المضيفة، أوضة أو أوضتين فيها شوية كراسي وترابيزة يقعد فيها الواحد، ملوش دعوة بالقلالي بتاعة الرهبان جوه، ملوش دعوة بيها أبدا، لازم يستنى بره، كان عاوز ياكل ياكل وبعدين يطلعوه تاني. حكاية زيارات الأديرة والقعاد فيها دي حكاية دوبك جت من حوالي يمكن 30 أو 40 سنة بس، ما كانش زمان في زيارات المشهورة بتاعت الأديرة بتاعت هذه الأيام. فالمضيفة تجيب الضيف والراهب يجي يخدمه، أول ما يجي واحد ضيف يجي الراهب بمية، دي نظام زمان أنا حضرت هذا النظام، ويغسل له رجليه، يغسل رجليه عشان يستريح من تعب الطريق، وبعدين يجيب له يأكل، وبعدين إن كان مشوار بعيد عليه ينيمه، وتاني يوم الصبح يتكل على الله ويمشي، ما كانش هيقعد زيادة عن كده. فدي المضيفة بتاعت الدير. دلوقتي الأديرة بقت فيها مضيفات مهمة جدا،
ولو ان في ناس كثيرين كانوا يحبوا ان تستمر الحاله زي ما كانت الاول، يعني الناس اللي يقدروا يشعروا بانهم في مكان تقشف. ربنا يدبر كل خير ويعالج المواضيع دي. بعدين حاجه الرابعه، الكنائس بتاعت الدير. الدير عاده بيكون فيه اكثر من كنيسه، كنيسه على اسم رئيس الدير او اسم الدير نفسه، وكنائس ثانيه عشان يصلوا فيها. بتبقى كنائس اثريه لان الدير معظمها اثري، فبيدخلها الناس عشان يزورها. وجنب الكنائس او قريب من الكنائس في مبنى قليل منكم لاحظوه بيسموه بيت لحم. بيت لحم جنب الكنيسه، الحته اللي بيعملوا فيها القربان، الحته اللي بيعملوا فيها القربان يسموها بيت لحم، اللي هو كانه طلع منها الحمل اللي هو يشير للمسيح. فبيت لحم دي عباره عن فرن وفيه الدقيق موجود والحاجات دي عشان يتعمل القربان ويطلع للقداس. ما يغيبش الحمل عن القداس 3-4 ساعات، ما يصحش يكون نجيب قربان قديم ونقدمه الحمل، لان المفروض يكون احسن حاجه عندنا. والخروف الفصح كان مكتوب عنه انه حمل حولي، يعني حول او سنه فاتت عليه سنه واحده، يعني لسه طازه. فبيشترط في القربان عاده اللي يقدم للحمل انه ما يكونش فات عليه 3-4 ساعات. ده من جهه بيت لحم. وبعد كده جوه شويه تلاقوا قلال الرهبان. قلال الرهبان كل راهب بيكون له قلاية أو أوضة. القلاية يعني أوضة أو مسكن، زي النظام بتاع الاستوديو هنا، الشقق اللي يسموها استوديو هنا، عبارة عن حاجة ينام فيها وياكل فيها ويقرأ فيها. وساعات بيبقوا أوضتين جوه بعض، أوضة الصلاة والنوم جوه وأوضة الأكل والقراية بره. وتكون بسيطة جدا، بسيطة خالص، ما يكونش فيها حاجات كتيرة، ما يكونش فيها مثلا بوتاجاز، ما يكونش فيها تلاجة. الحاجات بتاعتنا دي كلها حاجات حديثة، ولو ان يعني الاتجاه حاليا انه مدام الناس عاشوا في هذا العصر اللي فيه التلاجة وفيه البوتاجاز، فما فيش مانع برضو ان الراهب يكيف نفسه على نفس هذه الامور. لكن انا بكلمكم عن الرهبنة اللي كانت موجودة في العصر قريب. وبعدين غير آلال الرهبان فيه المكتبة. كل دي لازم يكون فيه مكتبة عشان الراهب باستمرار يقرأ، وساعات ينسخ، يكون كتب مهمة ينسخها بيده. لما مكانيوس الثالث البطرك اللي قبل 3 بطاركة فاته كان مشهور بأنه ينسخ نسخ جميل جدا الكتب، ويعمل صلبان، رسم صلبان جميلة جدا لغاية دلوقتي موجودة في الدير. أظن دير البراموس مش دير الأنبا بشوي، ولو أنه تراهبه في الأنبا بشوي، إنما قعد مدة في البراموس في كتاب له مليان رسومات صلبان هندسية جميلة جدا. برضو كان في عندنا بطرك اسمه الأنبا كيرلس الخامس، كان اسمه قبل الرهبنة يوحنا الناسخ، كان برضو بينسخ الكتب الدينية ويحفظها. والكتب المنسوخة دي من الكتب الغالية جدا في الكنيسة طبعا، لما كثرت الطباعة ما أصبحش في داعي للحاجات المنسوخة دي. بعد المكتبة في دلوقتي أضيف على كده مكتبة البيع، ما كانتش موجودة زمان في الأديرة دي. تروح الدير عاوز تاخد تذكار من الدير، صليب مثلا من الجلد، كاسيت من الصلوات، حاجات زي كده، في مكتبة تدي لك الحاجات دي، لكن دي طبعا ما كانتش موجودة زمان. الحاجة اللي بعد كده في الدير حاجة اسمها المائدة. بعد الدير بنخلص يعني المكتبة، المائدة دي بتاعت الرهبان. كل الرهبان مفروض انهم يقعدوا على المائدة يصلوا الاول وبعدين ياكلوا مع بعض. وكان النظام، احنا حضرنا جزء من هذا النظام، ان المائدة تكون من الحجر، بنى من الحجر طويل خالص يساع بس ندير فيها 40-50 راهب. لازم المائدة تساع 40-50 راهب وقاعدين قدام بعضيهم، وهم بياكلوا يقف راهب على باب على اول الترابيزه يقرا لهم قطعه من بستان الرهبان، عشان الرهبان ما يتكلموش مع بعض وما بياكلوا. في ساعات يعني ناس لما يكونوا بياكلوا الاكل كده يملى جسدهم من محبه انه يتصل بالناس ويقعد يكلم ده ويجيب سيره ده، فعشان ما يجيبوش سيره بعض يقعد لهم واحد يقرا لهم بستان الرهبان.
يبقى عمال ياكل، يقول له قيل عن فلان ان هو لما مات يجيب له شويه سيره كده كده، يخلي الراجل ياكل ويحمد ربنا انه خلص الاكل بتاعه. دي من جهه المائده. وبعد كده في حته في الدير اسمها الجو، في حته في الدير اسمها الجو، كان المفروض ابونا داود هو اللي ساعدني في الحكايه دي عشان ابونا كان عارف الدير كويس. الجو ده عباره عن المخزن بتاع الدير، يخزنوا فيه الاطعمه بتاعه الدير اللي بيجيبوها الناس تبرعات للدير، القمح والفول والترمس والحاجات دي كلها يحطوها في الجو، والعيش والحاجات دي كلها يحطوها في المكان اللي اسمه الجو او المخزن. ويكون عاده جنب الجو ده الطحونه، دي برضه زمان لان دلوقتي الناس بيتبرعوا بالدير على طول، الطحونه ياخدوا الغلال ويطحنوها علشان الرهبان يقدروا يعملوا العيش بتاعهم. وفي حته اسمها القصر هنبقى اكلمكم عنها بعدين. القصر القديم ده كان الرهبان لما يهجموا العرب عليهم ويحاولوا يدخلوا الدير باي طريقه، في بنى موجود بعيد عن الاسوار وملوش بيبان غير فوق خالص عالي، والباب ده له انطره، يعني زي مثلا بنى لغايه السقف هنا وبعد السقف في انطره لغايه السور بتاع الدير. اول ما يلاقوا العرب هاجمين الرهبان يروحوا على سور الدير ده ويدخلوا من الانطره ويجيبوا الانطره يشدوها بالسلاسل يقفلوا على نفسهم. وجوه هذا القصر اللي هو القصر القديم يسموه في اكل يكفيهم مثلا نقول 5 6 اشهر، مش اكل مثلا، ما فيش طبعا لا لحمه ولا حاجات زي كده، معظمه بيكون من الترمس والغلال، فكل يوم يبلوا شويه ترمس وياكلوهم ويحمدوا ربنا على كده لغايه لما الغمه تنقشع عن ايه، عن الامه. فدي من ناحيه الجو. وبين المائده والجو طبعا المطبخ بتاع الدير اللي هو بيطبخوا فيه عشان الزوار وعشان الرهبان. الحاجه اللي بعد كده في اديره فيها حاجه اسمها الجو وحاجه اسمها الدكسار. الدكسار بقى كلمه معناها حاجه برضو تخزين الحاجات اللي هي نشويه زي القمح والغلال والترمس لوحده يحطوه في الدكسار ده، وبقيه الاكل والمعلبات والحاجات دي يحطوها في الحته الثانيه اللي اسمها الجو. وبعدين في بقى مخزن للوقود الدير ده، في حاجات كتير قوي الواحد بيحسب من الدير ده حكايه مقفوله، بس في مخزن للوقود بتاع الدير. زمان كانوا بيستعملوا الفحم والخشب عشان مثلا يعملوا القربان ويعملوا الطبيخ، دلوقتي بيستعملوا المكنات الحديثه بتاعت الاناره ومكنات اللي بيطلعوا الميه فيها من الابار. فالوقود عندهم دلوقتي اللي هو الزيت او الجاز اللي بيستعملوه والمكنات الكهرباء. وجنب القريب من مخزن الوقود بيكون البير اللي بيطلع الميه. فمن الحاجات مهمه جدا في كل دير انه يكون في بير، امال الناس يشربوا ازاي؟ فيفحتوا لغايه لما يلاقوا حته فيها ميه عذبه وياخدوا منها. بعد البير في حاجه تانية اللي هي الحصن ده اتكلمنا عنه، الطفوس، حاجه اسمها الطفوس. الطفوس دي كلمه ابطي معناها المقبره، الحته اللي بيتدفن فيها الرهبان بتبقى تملي في الحته الغربيه من الدير. لما راهب يتنيح يصلوا عليه ويدفنوه في الحته بتاعت اللي اسمها الطفوس دي، كل الرهبان يبقى موجودين في هذا المكان. تصوروا مثلا دير بقاله 1500 سنه والطفوس بتاعه ده فيه جثث الرهبان القديسين اللي عاشوا طول المده دي، كل ما يمر عليهم مثلا 100 سنه يلموا عظام قديسين يحطوها مع بعضيها عظام الناس وبعدين يدفنوا الناس الجداد. فالاديوره مليانه، قطعا افرض في دير مثلا فيه 1000 راهب ولا 100 راهب، هيكون في على الاقل 10 12 قديس مثلا. فعلى المقبره دي بيكون فيها يمكن 1000 قديس. لما الواحد لما يروح للمقابر بتاعت الرهبان دي يبص لها ناس كثيره جدا يقدر يستشفع بيهم. وعشان كده الاماكن دي بتاعت الاديوره من الاماكن المقدسه اللي الواحد لما بيروح بيشعر بجو تاني خالص غير الجو بتاع العالم، لان دي مكان قديسين فعلا، ناس عاشوا للمسيح وحياتهم كانت حياة مضيئة في هذا العالم. غير بقى الطفوس، الحاجة الأخيرة اللي هي المزرعة بتاعت الدير، يزرعوا فيها الحاجات اللي هم بيحتاجوا لهم وكانوا بيربوا
مواشي او يربوا طيور بتبقى موجوده في هذه المزرعه دي، المكونات بتاعت معظم الاديره. وكان المفروض ان الراهب يشتغل في كل الاشغال، شويه يكون عليه الطبيخ، شويه يكون عليه العنايه بالمزرعه، شويه يكون عليه ان هو يقدم الاكل للضيوف. لازم كل راهب يشتغل في كل الاشغال علشان محدش يشعر ان هو احسن من زميله او مرتاح عن زميله. اما كنائس الاديره ففيها مميزات معينه، كنائس الاديره خصوصا القديمه. اولا ما تلاقولهاش دور تاني زي اللي عندنا ده، كل الكنائس لها دور واحد، ما فيش كنائس في الاديره القديمه او الحديثه حتى تلاقي لها دورين. الحاجه التانيه ما فيهاش معموديه. واحد يقول لي امال في ناس اتعمدوا فيها؟ في ناس اتعمدوا لانه في العصور الجديده الحديثه دي عملوا معموديات في بعض الاديره. بعض الاباء لقوا ان في مثلا عائلات بتتبارك بان ابنها يتعمد في الدير، فعملوا معموديات في الدير. لكن النظام القديم كان ان ما فيش معموديه في الدير، على اساس ان الناس اللي بيجوا ياخدوا بركه ويمشوا من ناحيه، وان معظم الرهبان مش مرسومين كهنه، معظم الرهبان كانوا رهبان بس، فمش هيلاقوا فيه الوسط اللي هو يتغطس فيه الولد. لكن دلوقتي ابتدت الأديرة يبقى فيها معموديات. أيضا معظم الكنائس ما فيهاش كراسي، احنا هنا متنعمين خالص، عاملين كنب وناس بيقعدوا على الكنب يقولوا الكنب ده متعب ومش عارف ايه، طولوا لنا الكنبة شوية، الحق يا ابونا الكنبة هتقع بينا. هناك مفيش كنب، هناك الواحد يقف، عاوز يقعد يقعد على الحصيرة زي الروس، زي الروس دلوقتي لغاية النهاردة الروس عامل كده، لما يصلوا يقوموا يقعدوا على الحصيرة تحت قدام الله. مش واحد يقعد، أصل القعدة على الكرسي يدي للإنسان يعني شعور بالراحة شوية، إن هو مستغني عن غيره، مستغني عن ربنا يمكن. لكن الواحد لما يقف يبقى شاعر ان هو في احترام قدام الله، وان الوقفه بتاعته دي وقفه احترام. في الاديره ما فيش حاجه اسمها رهبان يقعدوا. الراهب العجوز خالص لما يكون يعني تعبان جدا يقعد على الارض، عشان كده معظم الرهبان اللي معاهم عكاكيز زي العكاز اللي عندنا في الكنيسه هنا، هو لما يكون تعبان يروح قايم على العكاز كده ويمشي، لكن ما يصرحش الراهب ان يجيب له كرسي ويقعد في الدير. حاجة تانية كمان في الدير ان بيكون كنايسه فيها هياكل كتيرة، لان في قديسين كتير الدير بيتذكرهم فبيعمل على اسمهم هياكل. وبعدين تلاحظوا في معظم كنائس الاديرة ان فيها خوارس، الخوارس لها حواجز، الاقسام المختلفة لها حواجز، حتة الشمامسة في حاجز، بعدين المؤمنين في حاجز، وبعدين اللي بعد كده في حاجز تاني. دي من ضمن الميزات او يعني العلامات الخاصه بالكنائس بتاعت الاديره. اما الراهب فحسب النظام القديم بتاع الاديره له كانوا بيشترطوا له شروط في الملابس بتاعته، هدوم الراهب دي انا بكلمكم عن عصر يعني يمكن مش هنلاقيه دلوقتي. كان لا يلبس ملابس يعني غير معتنى بيها، مش انيقه مثلا كذا زي البروجيه بتاعتي كده مش عارف يعملوها ازاي، لا يلبس ملابس بسيطه خالص، تكون متخيطه اي خياطه، يصح يجيب دوباره ويقعد يخيط بيها شويه حاجات كده ويلبس بيها الهدوم بتاعته، ما يعتنيش ابدا بالملابس بتاعته، تكون بسيطه، تكون خشنه خشنه علشان يبقى تملي الراهب شاعر ان هو جسده ده تعبان فلازم يقف يصلي عشان يعادل التعب بتاعه. تكون من قماش رخيص، مش يروح يشتري مثلا متر ب 10 دولار وبتاعه، لا قماش رخيص عشان ده راجل مزاد في العالم، وعادة بيجي له الحاجات دي من إن كان أسقف الدير أو إن كان الربيتة بتاعت الدير، كل سنة بيدوهم مثلا قماش دبلان مثلا ولا تيل يلبسوه ويحمدوا ربنا على هذا، لأن زي ما قلت لكم الراهب كأنه مات عن العالم، ما يهموش ان هو يلذذ جسده لا بأكل ولا بلبس. فبيقول لك ان الملابس بتاعته تكون متخيطة بغير عناية،
وساعات مثلا لما تتقطع، مثلا يكون حاجة قطعتها ولا بتاع، ما يهتمش ان هو يخيطها، هيبقى طوب مقطع عليه شوية بوع، يستنى واحد يقول له طب وليه كده، ما تخلي الراجل مثلا نظيف في حياته. هو يقصد من هذا ان هو انسان مش همه في ملابسه، مش اهتمامه في الملابس، مش بيلبس كويس عشان الناس يبصوا له، ده انسان كل همه ان جسده بس يعيش عشان يتعبد امام الله. وبعض الناس يعني مثلا زي الان بابولا، كان التوب بتاعه معمول من سعف النخل. شوفوا لما تجيبوا تجدلوا سعف نخل بتاع حد، الزعف ده تعملوه جلابيه يلبسها واحد طول السنه، مين يرضى يعمل الشغله دي؟ لكن هم بيعملوها عشان يشعروا انهم في تقشف. وعادة كانوا بيمشوا حافيين عشان يختبروا قساوة هذا العالم وقساوة المشي في هذه الأرض. وإن كان في الصيف أو في السفر، كن مثلا الدنيا حر أوي، يلبسوا صندل بسيط جدا. وكل راهب كان يبقى له عكاز عشان طول الصلاة، الصلاة بتبقى طويلة ساعات ما بيقدرش يقف، فبدل ما يقعد يمسك في العكاز بتاعه ده هو. وإشارة كمان إلى السلاح الروحي، معاه ده هو إشارة للسلاح الروحي بتاعه. كان الأنبا بشوي اللي راحوا دير السرياني يشوفوا ورا الكنيسة الكبيرة، فيه كنيسة صغيرة مسبح صغير وراه القلاية اللي كان بيتعبد فيها الأنبا بشوي، فيها تلاقوا فوق حلقة في السقف ونازل منها حاجة زي السلسلة أو الحبل. فكانوا بيقولوا الأنبا بشوي لما كان بيصلي كان بيربط شعره في السلسلة دي عشان لما يجي ينام يعمل كده، ينام يروح شادد شعره يضطر يقوم ويقعد طول مدة الصلاة بتاعه متيقظ لغاية لما يخلص الصلاة بتاعته. واحد يقول لي ده ايه الحياة الصعبة دي؟ رهبنة. الرهبنة عايزة انسان شديد ما يهموش ابدا يعني كل الحاجات العالمية دي. وفي عادات للرهبنة، ان عادات كتيرة يعني من بعضها إن الواحد لما يروح يدخل قلاية واحد تاني لازم يستأذن. إحنا عندنا لما نروح من بيت تاني بنضرب تليفون، هما ما عندهمش تليفونات هناك. فلما يجي واحد يدخل قلاية واحد راهب تاني يخبط عليك كده هو، يقول له أغابي، يعني اصنع محبة وافتح لي، أغابي يا أبونا. ولغاية دلوقتي هذا الموضوع موجود في البطرخان. أنا فاكر لما كنا بنخبط مثلا على البابا، مثلا نقول عاوزين منه حاجه، كنا نخبط على الباب نقول له أغابي يا سيدنا، ان كان يرد علينا ندخل، ما يردش علينا نقف ساعه قدام الباب. لازم الراجل لازم جوه يصرح لنا بان احنا نقول، يقول لنا تفضلوا مثلا وندخل لكم. وقبل ما ينام الراهب ان كان في بينه وبين حد اي مناقشه ولا حاجه مش كويسه، لازم يروح له ويسجد له ويقول له اخطيت سامحني. ما ينامش ابدا وهو حد زعلان منه، لازم يروح له لا تغرب الشمس على غيظكم، يروح يسجد قدامه ويقول له اخطيت سامحني. فطبعا عادات جميله الواحد لما كل ما يتذكرها كل ما يشوف العصر الذهبي بتاع الرهبنه. الرهبنه انتشرت في الغرب من عندنا، أوروبا خدت الرهبنة من عندنا. ففي ناس كانوا بيجوا مصر هنا ويتعلموا في الرهبنة وبعدين يروحوا عندهم ينقلوا الرهبنة دي. ففي واحد اسمه يوحنا كاسيان، له مؤلفات مشهورة في الكنيسة، ترجم قوانين الرهبنة المصرية وعمل دير في مارسيليا في فرنسا وتم ونفذ فيه أمور الرهبنة المصرية. والراهب اسمه راهب جيروم او ايرونيموس كان اسيس في ايطاليا، اترهب سنتين في مصر قبل ما يروح ايطاليا ويعمل اديوره من اديوره المشهوره. واول واحد نظم الرهبنه الكاثوليكيه كان واحد اسمه بنديكت، في رهبنه اسمها رهبنه بنديكت في الكاثوليكيه. الراهب بنديكت ده هو واخد حاجاته معظمها، معظم قوانينها واخدها من الرهبنه المصريه. في اليونان في جبل مشهور جدا للرهبنة اسمه جبل آثوس، ده جبل رهبنة مشهور خالص. المؤسس بتاع جبل الرهبنة ده كان الأنبا باسيليوس الكبير اللي احنا القداس بتاعنا القداس الباسيلي، وكان واخد معظم القوانين بتاعته عن قوانين الرهبنة المصرية بتاعت الأنبا أنطونيوس.
الرهبان المصريين لما وصلوا في بلاد أوروبا وصلوا إلى أماكن كتيرة جدا، وصلوا إلى فرنسا، وصلوا لبلجيكا، وصلوا لسويسرا في زيورخ، في هناك كنيسة على اسم القديس موريس هناك، وعشان كده سويسرا فيها كنيسة قبطية أرثوذكسية دلوقتي. وصلوا لقبرص، عملوا دير على اسم الأنبا مكاريوس هناك في قبرص. وصلوا لإيرلندا في الجزر البريطانية، حتى إنهم بيصلوا هناك في من ضمن صلاته بيقولوا: اذكر يا رب الرهبان السبعة المصريين الذين بشرونا بالإيمان في إيرلندا، في عندهم صلوات بهذه الطريقة. فالرهبنة بتاعتنا رهبنة يعني جميلة وعتيقة ومقدسة، ومن ضمن واجبات هذه الرهبنة إنها يعني واجب الراهب يعمل إيه؟ يقعد طول عمره كده ساكت في الآلية؟ لا، طول عمره بيصلي بس؟ لا، الرهبان لهم أوقات معينة حسب تعليمات الأب الروحي بتاعهم. بعض الوقت وقت كبير في الصلاة، وقت كبير في واجبات الدير، هم يساعدوا في واجبات الدير، وقت كبير في العمل اليدوي، كل واحد يكون له عمل يدوي معين. زمان كان العمل اليدوي ده عمل الأفف والسلال، دلوقتي العمل اليدوي بيحاول يعمل له الصلبان والحاجات اللي بياخدوها الشعب يستباركوا بيها. لازم عمل يدوي الراهب يقضي بيه وقته، والا الشيطان يجيب له في وقت الفراغ افكار مش تمام. الصلاه من اجل الناس اللي بيطلبوا منه الصلاه، تاليف انه يقرا في المكتبه ويحاول يكتب كتب تنفع الناس اللي موجودين في العالم. المفروض ان الراهب يكون راهب منتج في الدير بتاعه. في الكاثوليك زودوا على كده ان عندهم حاجه اسمها الرهبنه الخادمه او العامله، ان الراهب بيطلع للعالم يشتغل مدرس مثلا في مدرسه، او الرهبه تشتغل في المدارس او في المستشفيات. وطبعا دي من الانظمه اللي مفروض انها يوم من الايام تدخل عندنا في الرهبنه بتاعتنا. فمن جهه رهبنه البنات يوجد دلوقتي في بني سويف دير بتاع رهبنه خادمه برضه، ولو انه لسه مش معترف بيه. الراهبات هناك بيقدروا يعاونوا في الملاجئ وفي المستشفيات احيانا، وفي المدارس احيانا، بالسيره بتاعتهم بيكون لهم عمل جميل جدا. من ضمن حاجات الرهبنه زي ما كنت الصبح بقول ان يكون لها عمل في وقت المحن والاضطرابات اللي بتحصل في العالم. فلما كان ساعات كان في العالم بيحصل فيه اوبئه، كان الرهبان بيروحوا عشان يخدموا المرضى، يروحوا عشان يخدموا المرضى. لما تحصل مثلا حاجات شديده، لما يحصل في اضطهاد لاجل الايمان، كانوا بيروحوا عشان يشجعوا المؤمنين انهم يثبتوا على الايمان. وعشان كده كنا بنتساءل النهارده الصبح، هل كان في يعني توجيه معين او حكمه معينه في ان دير المحرر لما حصلت فيه حريقه في الخارج قفل الابواب بتاعته؟ احنا ما نقدرش لغايه دلوقتي نلوم حد، لكن احنا بنستعجب بنقول ازاي كان المفروض مثلا الرهبان يطلعوا يساعدوا. احنا منتظرين نشوف، يجوز كان في حاجات معينه او اوامر من الداخليه والحاجه اللي تقوم اقفلوا، لان يجوز في حاجه داخله الدير. على كل حال الموضوع ده الايام هتبينه لينا. انما اهم حاجه عندنا انه لنا نظام، او لنا زي ما بيقول القديس، لنا نظام الشهادة الأبيض، أو نظام في شهادة بالدم، أو الشهادة الحمراء، أو الشهادة البيضاء، نظام الرهبنة الشهادة البيضاء اللي بها سيرة الإنسان يكون نور في وسط هذا العالم، الناس يروا أعماله الحسنة ويمجدوا الآب السماوي. وعندما نتكلم عن الأكل بتاع الراهب نتذكر المديحة اللي بتقول: أيام في البراري سواح ساكنين في خلاويهم، ياكلوا الشوك مع اللحلاح، اللحلاح ده زي الكرات والحاجات دي، والحنظل حلي ليهم، الحنظل اللي هي الحاجة المرة، والحنظل حلي ليهم. ففي ناس بيعبدوا الله وبصلواتهم ربنا بيحافظ علينا وبيحافظ على كنيسته وبيدي سلام لهذه الكنيسة. وإذا كان الناس دول تركوا كل شيء من أجل المسيح، فبيقولوا لنا بلسان الحال: ايه اللي تركتوه عشان المسيح؟ احنا تركنا العالم كله، وتركنا المال، وتركنا الغنى وكل حاجه عشان المسيح. ايه اللي تركتوه عشان المسيح؟ مين اللي ترك خطيته؟ مين اللي ترك العاده الوحشه اللي بتعودها؟ مين اللي ترك اللسان الرديء اللي بيتكلم بيه؟ مين اللي ترك الغضب الشديد اللي عنده؟
المفروض ان احنا نترك حاجات كتيره جدا في هذا العالم، حاجات رديه عشان خاطر نكسب السيد المسيح نفسه. وبيقول عنها القديسون: نترك الكل لاجل الواحد، كل حاجه وحشه نتركها لاجل ان نكون ملتصقين بالواحد. فربنا يعطينا نعمه علشان نقدر نضحي بكل شيء من اجل ان المسيح يكون معانا في كل وقت. اتفضل. متوقعين يوم الحد اللي جاي ان شاء الله يكون احد الاباء الاسقفه معنا في الاجتماع. هحاول هضغط شويه في الناحيه دي، ان واحد من الابات في الغالب هم بيحبوا يجي الاجتماع بتاعنا لانهم بيحبوا الكنيسه بتاعتنا، ففي الغالب هيكون في اجتماع الشباب ايضا ان شاء الله هيكون في واحد من الاسقفه، ما كانوش يجي تعبانين او طياره تتاخر، فيكون واحد من الاسقفه موجود يوم الجمعه في اجتماع الشباب، عاوزين كلنا نكون موجودين. ويوم الحد الصبح ان شاء الله واحد من الاسقفه هيصلي، ان ما كانش اثنين مثلا، وبالليل برضو يكون معانا الاسقفه. ربنا يجعل بركه كبيره في هذه المواضيع. ترتيله صفحه 183.